مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. نتواجد هنا بالقرب من سوق الجملة للسمك بمنطقة الهراويين. كان حضور شخصي للسيد الوالي مدينة الدار البيضاء اسطات السيد مهيدية، وكذلك عامل عمالة بمسيك السيد عثمان وبعض المسؤولين. نحن الآن كنتواجدوا هنا خصيصا للساكنين ديال مدينة الدار البيضاء، وبالأخص الطبقة الفقيرة، الطبقة الكادحة، لأن اليوم موضوع كيهمكم جميعا وكيهم مائدة الإفطار. كنتكلموا على السمك المجمد. معنا السي مراد العبوبي، الكاتب العام، النائب رئيس غرفة الصيد البحري، فهو غادي يقربكم وغادي يقدم نفسه لكم وغادي يقربكم مما يقع هنا. بيع السمك المجمد بواحد ثمن منخفض، ثمن معقول بالنسبة للطبقة الفقيرة والطبقة الكادحة. السي مراد، قربنا من هذه العملية ديال البيع لأول مرة، ربما كنسمع القضية ديال البيع السمك المجمد بشكل منظم، وكذلك كان بحضور السيد الوالي والسيد العامل. هذه الجزيرة جات من عند الغرف المهنية، هذه كانت جزيرة هذه السنين كان عليها السيد وزير الصيد البحري، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعطات الانطلاقة ديالها في الموانع الجنوبية وبالخصوص في مدينة أكادير، اللي دار واحد المبادرة ديال ثمن السمك بثمن معقول. فاليوم الغرفة ديال الدار البيضاء مع تنسيق مع الوزارة خدينا هذه البادرة، وبتعاون مشكورين مع ولاية الجهة في شخص السيد الوالي، ومع الأمن مع السلطات، السيد عامل عمالة مولاي عصيف. اليوم درنا واحد لورغانيزاسيون ديال هاد الناس اللي هما تيبيعوا السمك المجمد. هاد السمك المجمد غير باش نوضعوا المواطنين في واحد الصورة بأنه لا خوف من هاد السمك المجمد، لأنه هذا سمك مجمد على ظهر البواخر، ما يسمى لاكونجيلاسيون ابور. هاد لاكونجيلاسيون ابور عندها معايير باش تصل بواحد الجودة عالية للمستهلك. اليوم هاد العملية ديال البيع تنسهروا عليها كممثلين ديال المهنة، لأنه تنكلوا الناس ديال أعالي البحار اللي هما أعضاء معنا في الغرف، وتتسهر عليها كونسا اللي هي مكلفين بالسلامة ديال توسكي اليمونتير باش يوصل بواحد الجودة اللي هي عالية للمستهلك، باش ما يكونش واحد التسلل. إذا وهاد العملية جات بمناسبة هذا الشهر المبارك اللي هو شهر الفضيل، اللي هو خدات العادة بأنه جميع المغاربة عندهم أو أغلب المغاربة عندهم الثقافة ديال المائدة ديال الإفطار تيكونوا فيها الأسماك، وتخوفا من احوال الطقس، لانه كاين السمك اللي هو طري وكاين السمك المجمد، فهو حنا تخوفا لاحوال الطقس واللي ما تتخليش المراكب والقوارب هاد الايام باش تخرج دير العملات الرحلات البحريه ديالها باش تجيب المنتوج. فاليوم البواخر ديالنا اللي هي في ديال اعالي البحار، المنتوج عندها موجود، لانه البواخر بدات تتكمل الرحله ديالها، لانه اخر باخره غادا تدخل نهار 30 شهر مارس في هذا الشهر هذا. فاليوم لو ستوك راه موجود بواحد الجوده عاليه، واليوم رحنا درنا واحد عمليه تحسيسيه لهاد البائعين باش يوصلوا الاسماك للمستهلك بواحد الثمن اللي هو مناسب، ويكون بثمن اللي هو معقول وبالامكان ديال اي مواطن باش يقتني هاد الماده اللي هي ماده حيويه. اذا عكس ما يروج بان السمك المجمد مضر بالصحه، لان كنسمعوا
كل راه كونجلي ما تاخذوش، خاصك تاخذو طري. اذا هنا امور هناك انا قلت لك بانه هاد السمك اللي حنا طارحينه دابا اذا من المكان ديالو من الباخره، لا هذه سي لا كونجيلاسيون ابور، هذا الباخره تتخرج تدير واحد المده زمنيه ديال 40 او 50 او 60 يوم وتدخل، وفي هذه المده اللي هي خدامه هي تدير لا كونجيلاسيون ابور، يعني كتجمد، يعني تتجمد هاد الحوت هذا الوقت اللي تتسالي المده ديال 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 الاصطياد، تنشدوا هذوك المصطادات وتديروا لهم لي كونديسيون ديالهم باش يدوزوا في تونيل، باش يدوزوا من بعد يداروا في الكارطون في البلاستيك في الكارطون وتيهبطوا تيهبط لواحد الفريغو اللي عندهم. وجميع الانواع، جميع الانواع ديال السمك، جميع الانواع ديال السمك، جميع الانواع ديال السمك، لانه لا بيشوتوريا مفرقه حتى الاربايان اللي هو كروفيت حتى هو هذا، راه عندنا البواخر ديالنا اللي هي كاينه في الشمال وكاين بعض في اكادير اللي هما تيديروا لا كونجيلاسيون ديال الكروفيت، والكروفيت ديالنا ديال المغرب كونجي راه مطلوب عالميا، لانه لو مارشي مونديال اللي كاين في الاسبان ديال ويفا وديال كاليس راه هما تعتبر من الدرجه الاولى هو الكروفيت ديال المغرب. داكو، ولو بغينا نسول على الفرق ما بين الثمن تقريبا شحال ديال النسبه باش تكون باش الثمن منخفض، كنتكلموا على الطبقه الفقيره هما اللي مستهدفين من هذه العمليه هذه، تقريبا شحال ديال الفرق؟ الفرق غادي يكون فرق شاسع، ما غادي يكونش هذا، غادي يكون واحد 50% ديال الفرق. 50% ديال الفرق، اذا كنتكلموا وكنوجهوا نداء، يعني الطبقه الفقيره، الطبقه الكادحه هنا في مدينه الدار البيضاء، وكذلك سنواحي مدينه الدار البيضاء، كنتكلموا على المحمديه، كنتكلموا على مثلا المحمديه، يعني اقرب مكان او اقرب مدينه لمدينه الدار البيضاء، فاحنا كنتواجدوا في من وراء، يعني بالضبط من وراء سوق الجمله للسمك بما يعرف درب عمر الجديد اللي مازال هو مغلق، فبحضور السلطه المحليه وبحضور شخصي كان ديال الوالي مدينه الدار البيضاء استاذ، وكذلك عامل عماله مقاطعه مولاي رشيد اللي كانوا حاضرين هنا في المكان، هذه العمليه كتخص وكتستهدف بالضبط الطبقه الفقيره، اذا 50% باش الثمن منخفض، فالامور واضحه، السمك المجمد من المكان ديالو الاصلي، اي من الماء الباخره لعمليه التجميد الى عمليه البيع. غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر ونقول لكم تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. فهنا كيغلقوا على الساعه 11:30، العمليه كتبدا ديال البيع مع الرابعه صباحا، اي قبل من الفجر كيبداو كتبدا عمليه البيع. هاد العملية فريدة من نوعها، أول مرة غادي تكون هنايا وغتكون مستمرة. السلام عليكم. تعاونوا بعضياتنا ونحاولوا بما يمكن. جامد. كونج، كونج. السلطات اللي كانت قبيلة. حاجة المطلوقة ولا الحاجة الكريمية ما كنبيعوهاش. شي حاجة طرية وفري. وكيد الثمن منخفض، الثمن. الحمد لله، مقارنة مع الحوت دابا طري، الحوت غالي بزاف. ميرنا ب 80 درهم، نورمال كونجلي ب 40 درهم وحاجة زوينة. لا هذه اللي مهمة، دابا الميرنا طرية على برا دايرة 80 درهم. دايرة 80 حتى 90 درهم. حتى 90 درهم، هاد الكونجلي شحال دايرة؟ هاد الكونجلي كتباع بالجملة 40 حتى 45. دابا غير باش نذكركم، راه نصف الجملة. يعني ماشي، ما يمكنش واحد يجي ياخذ واحد العدد كبير، وما يمكنش يجي واحد ياخذ واحد راه نصف الجمله، اذا الميرنا مثلا المثال 80 درهم 90 درهم على برا، هنا مجمده دايره 40 درهم، والعمليه ديال التجميد راه عكس داك الشيء اللي كتفكروا ولا اللي كتعرفوا، العمليه ديال التجميد كتمر من يعني من 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 المصدر، يعني من المياه، العمليه ديال الصيد كتطلع الباخره كتقوم بعمليه التجميد مباشره، من ثم كتخرج للسوق. إذا هنا كنقولوا بأن العملية كتستهدف الطبقة الفقيرة. المكان ديال التواجد ديالنا هو هذاك هو سوق الجملة للسمك، هذا هو درب عمر الجديد اللي كاين هنا بالقرب من يعني كاين فقط هنا غير الشارع اللي كيفصل ما بين سوق الجملة للسمك وهذا درب عمر. هنا في كاين العملية ديال البيع، العملية كتبدا من الساعة 4 صباحا وكتنتهي في الساعة 11 صباحا. نزيدو نقربوكم اكثر من الصوره.
السلام عليكم. السلام. شوف الله يستر. شنو هذه شنو هي؟ الفرخ. إذا كيف قلت لكم ركنت بحضور السيد الولي مدينة الدار البيضاء وكذلك عامل عملة مقاطعة مولاي رشيد. هنا كاينين شاحنات خاصة ببيع السمك، شاحنات اللي مجهزة بآلة ديال التبريد، يعني السمك الكونجلي ماشي كيف كتفكروا ولا كيفكروا بعض الناس بانهم كيكون طريب كيخرجوا للسوق وما كيتباعش كيشدوه كيجمدوه، لا هذا من الباخره، اي من العمليه ديال الصيد مباشره للباخره، تما فين كيتجمد وكيتشحن ومن ثم كيخرج للسوق وكيتباع، عنده سوا كذلك واحد المده الزمنيه ديالو. هذا ما كان، اذا الطبقه الفقيره الثمن ناقص ب 50%. إذا الأمور واضحة ربما، فما عندنا ما نزيدو نوضحو أكثر. غادي نوصلو لنهاية المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.